فقرتنا الأولى زينب فقرة جمالية، خلينا نقول اليوم كثير من الصبايا والسيدات على حد سواء بيسعوا دائما لبشرة حلوة ونضارة بعيدا عن علامات التقدم بالسن أو المشاكل الثانية. تقنيات كثير حديثة اليوم دخلت لنحافظ على بشرتنا ونخفف شوي من آثار التقدم بالعمر. من هي التقنيات؟ تقنيات الميزوثيرابي، هي التقنية الحديثة يلي اليوم أغلب السيدات عم يحاولوا يجربوها ويشوفوا نتائجها الإيجابية، لكن اليوم رح نعرف كل شيء عنها بالتفصيل. هل إلها سلبيات وشو فائدتها على اختلاف البشرات والجسم؟ اليوم رح نحكي عن هالتقنية بالتفصيل مع الدكتورة جيهان إدريس، اختصاصية جلدية. صباح الخير دكتورة. صباحك يا فرحة فيك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عم نحكي عن شيء جمالي وكثير عم نسمعه شائع هلا بين الصبايا والسيدات، الميزوثيرابي. خلينا نحكي اول شيء شو هو الميزوثيرابي. هلا اول شيء نحكي شو معنى كلمه ميزوثيرابي مشان الناس تعرف عن شو نحن عم نحكي. هلا في له تسميات كثير، ناس بتقول عنه ميزو، ناس بتقول ميزوثيرابي، ناس بتقول ميزوثيرابي، في له عدة تسميات. هو كلمة ميزوثيرابي بنقسم لشقين، الشق الأول كلمة ميزو معناتها الطبقة الثانية من الجلد، والثيرابي هو إدخال مواد للطبقة الثانية بالجلد، مواد علاجية، مواد علاجية وتركيبات طبيعية. تمام. وأول من اخترع قصة الميزوثيرابي بلشنا أول شيء بموضوع الإبر الصينية اليونانيين، بعدين الدكتور مايكل بيستور بالفرنسا هو اللي اخترع تقنية الميزوثيرابي عام 1950. تمام، خلينا نعرف بالبداية بالتفصيل عن فوائدها. شو هي الأعمار إذا بدنا نقول الأكثر استفادة أو لا هي يمكن بتفيد جميع الأعمار باختلاف أنواع البشر؟ هلا نحن هي بتفيدنا أكثر شيء من سن ال 18 لسن تقريبا 60 سنة، هدول الناس اللي بنقدر إنه إحنا فعلا بنقول هدول حيستفيدوا. شو فوائد الميزوثيرابي؟ هي بحر كبير، يعني إذا ما ندخل فيه إن شاء الله حكتير حتغوصوا معي، بس إحنا إن شاء الله حناخد بس أساسيات. يعني فوائده أول شيء بيوقف تساقط الشعر، بيقوي الخلايا الجذعية اللي بالشعر، بيعطينا نضارة، تفتيح، منعالج الإسكار، منعالج تصبغات، كمان منحاول إنه نشتغل على موضوع الدبل تشن وتحديد الحنك، إذابة الدهون بالجسم، بالبطن، بالأرداف، بالإيدين. بنشتغل على الأماكن اللي بتكون مستعصية، يعني أو يكون عندنا أماكن معندة بالفات اللي بيكون معند بالأرداف أو بالإيدين أو بالدبل تشن. حلو، يعني فوائده للتنحيف وفوائد جمالية. طبعا. ايضا مغذية، علاجي وجمالي وتنحيف. طيب خبرينا، هلا نحن عم نسمع كثير انه مثلا الميزو عم ينضرب باماكن مثل ما قلتي صعبة الدهون الصعبة، يعني حتى بيخفف منها وعم تخف مقاسات على عدة جلسات حتى حسب طبعا. الجسم. خبرينا جيهان، يعني يمكن كثير في شغلات جمالية بالوش، مناطق ممكن نستغني عنها عن الفيلر او البوتوكس بالميزو، ولا لا لازم يكون الميزو معه في فيتامينات او بوتوكس مترافق حتى ناخذ نتيجه مثاليه؟ هلا اخر فتره صارت الناس تعاني كثير من موضوع تجاعيد بالبشره او تعب وارهاق بالبشره، صارت تطلع خاصه تحت العين ما له حل، يعني الفيلر ما كثير. هلا الحمد لله بموضوع الميزوثيرابي انه صرنا نجيب ماده، نحن المشكله تحت العين بيكون فقد فيتامينات بتعطينا هاله سوداء. صحيح. هذا الفيتامين الناقص، هلا قد ما اخذنا هون نقص فيتامين سي، قد ما اخذنا الفيتامين شرب ما رح تستفيدي، او اذا حطيتي كريمات ما رح تستفيدي غير اذا دخلنا بالطبقه الثانيه من الجلد ودخلنا هذا الفيتامين. الفيتامين سي هو بنجيبه وبندخله مباشره تحت العين، حقن مباشره بندخله. هلا في عنا عده خيارات للميزو وادخالها، في عنا الديرمابين، عنا الديرمارولار، عنا الحقن انجكشن مباشره، بس بينحقن هو بسماكات معينة، يعني تحت العين وبالوجه في سماكة معينة بين الواحد والخمسة ميلي، في عنا بين الواحد والأربعة، في عنا بالمنطقة الدبل تشين أو لتحديد الحنك كمان ندخل بسماكات، في عنا بالبطن كمان ندخل بسماكات لندخل على الفات وندخل أنزيم يدخل مباشرة على الفات، وكمان بالرأس بيدخل بسماكات معينة. كل مكان في له يعني سماكة معينة بندخل بالمادة، لأنه إذا كان الحقن غلط ما بتستفيدي.
يعني اذا كان الادخال المادي بشكل غلط ما حتستفيدي من الجلسه، لازم يكون تحت ايدين اخصائيين. دكتوره اليوم يعني مثل ما قلتي ايجابيات كثير وفوائد للميزو، اذا بلشنا فيها يمكن نطول كثير بالشرح، ويمكن حكينا شوي بعض الاساسيات عن هي الفوائد، لكن دائما السؤال وفي تخوف من السيدات اليوم مع كثره عمليات التجميل يلي عم نشوفها وكثره يمكن الاطباء يلي عم ينصحوا، كل دكتور بيكون له نصيحه معينه وطريقه معينه، الميزو شو سلبياته ان كان في سلبيات؟ هلا الحمد لله ما له هو سلبيات، بس له اثار جانبيه بعد الحقن مباشره، انه بصير عندنا مثل شويه كدمات، بصير تورم بالوجه، ونحن في عنا نصائح بنحب نعطيها قبل ما نعمل هذا الاجراء بالنسبه للمريضة. هلا قبل الاجراء اول شيء بدنا نفحص المريضه نشوف اذا عندها مريضه قلب او مريضه سكر، لانه اذا كانت بتاخذ مسيل للدم لازم نوقفه، لازم نعمل نتبع التعليمات قبل، وبعدين بعد الاجراء انه ما تتعرض للشمس، ما تغسل وشها بالمي لمده 4 ساعات، ما تقرب على الحراره، ما تتعرض للشمس لانه الشمس بترجع بتسحب الفيتامين اصلا اللي احنا حطيناه، لانه هو مجموعه فيتامينات. تركيبة الميزوثيرب هي عبارة عن فيتامينات، عن كولاجين، عن هايلورونيك أسيد بحفز كولاجين، يعني مجموعة التركيبات اللي حطيناها بدنا ما نفقدها، عشان هيك بنعطيهم هاي الإرشادات بعد الحقن، بس ما لها أي آثار جانبية والحمد لله. نعم، يعني في فئات ممنوعة من حقن الميزوثيرابي؟ هلا احنا الفئات الممنوعة أول شيء الأولاد الصغار طبعاً ما بنحقن طبعاً، بس المريض القلب أو اللي بيكون عنده أمراض جلدية مثلا الأكزيما الصدفية ما بينحقن، أماكن الأكزيما الصدفية ما بينحقن، لازم أول شيء نعالج المشكلة بعدين إذا بدنا نحقن. نعم، عندها مشاكل بشرة. في أكزيما صدفية بتجي بالوجه، يعني في ستات عندهم أكزيما صدفية بالوجه ما بينحقن. دكتورة دائما السؤال نحن أنت بنبلش نحس بالنتائج، خاصة إنه نحن ممنوعين عن الشمس لفترة معينة، ممنوعين من بعض الأمور، أنت السيدة بتبلش تحس بالفرق وكل قد إيه ممكن تكرر عملية الحقن؟ هلا هو بتبلش تحس بالفرق بعد 24 ساعة مباشرة، لا يهدى الوجه بس من الكدمات أو من الإبر، بتبلش تحس فعلا إنه النضارة بلشت تشتغل بوجهها، بس النتائج بتكون لقدام بعد أسبوع تشوف نضارة حلوة، بس جلسة واحدة مو هي كافية بصراحة، لازم أقل شيء نعمل بين 4 و6 جلسات، هي مرة على مرة بس المريضة حتشوف وشها إنه فعلا أنا بلشت أتحسن، بلش الكلفة هي يخف، بلشت تعطي نضارة. قد الفرق بين كل جلسة؟ أسبوع، بين جلسة وجلسة أسبوع، بنعمل إحنا دائما أنا بنصحهم نعملوا 6 جلسات بين كل جلسة وجلسة أسبوع كورس، إحنا وصلنا للنتيجة اللي بدنا إياها، بس بيبقى موضوع الميزة هو موضوع عناية. يعني انا الحمد لله ما عندي اي مشاكل ببشرتي، مو معناتها ما بحقن ميزو، لا انا بحقن او بدخل عبر الديرما بين الديرمالولار، اي طريقه هي بنقدر حسب كل طبيب وكيف هو كيف التقنيه تبعه، بنعمل هي الجلسه لا نعتني ببشرتنا. دليل هذا الشيء بتشوف الممثلات او الفنانين او فنانين هوليود قبل ما يطلعوا على الشاشات تلاقي وشهم عم يضوي، هذا بعيد عن التجميل، ما دخلوا بالتجميل، انه بتحسي وش بشرتها نظره بعيد عن التجميل، ما دخلوا التجميل بهذا الموضوع، هو بيكون هذا السبب انه مدخلين مواد تكون مواد مرتبه بتدخل البشره بتعطي نضاره بتفتح عطيتينا السر هلا هو سر الجمال اكيد. دكتوره طب يعني هلا نحن مثلا كثير عم نسمع وسائل جماليه فتره درجه البلازما مع ميزو، بعدين ميزو لحاله، بعدين الهيلارونيك اسيد، بعدين درج يعني الفيلر والبوتوكس هن اساسيات، خبرينا اليوم هل كل بشره بتحتاج لعلاج معين؟ وهل الافضل شو هو الافضل انت بتنصح فيه يعني للبشرات عموما؟ فعلا هلا كل بشره لها، هلا الميزو في مواد معينه، قلنا انه كلمه ميزو معناتها الميزو اسرع من البلازما النتائج، اذا بيشتغلوا مع بعض بيكون احلى احسن، هلا هن اللي بيشتغلوا مع بعض بيكون احلى، بس بصراحه الميزو فعاليته اقوى لانه مجموعه فيتامينات. تمام. هلا نحن وقت نسحب من المريض دم ما بنعرف نحن شو بكون، احيانا في مرضى بكون بدون تحاليل بيروحوا بيعملوا جلسه بلازما، ما بنعرف شو دمهم، كيف الحديد عندهم، ما بتحسي دمهم انه فيها الفيتامينات اللي يمكن هو يتعوضهم عن الميزو. صحيح. الميزو هو مجموعه فيتامينات، يعني في فيتامين سي، فيتامين اي مثل ما حكينا، حتى وقت بندخل الماده على الشعر في حديد، في معادن،
ما بيكون احيانا بدهم هذا الشيء. انا ما عم اقول انه البلازما منيحه، لا هي منيحه بس اذا انشغلت مع ميزو، يكون ميزو مواد معينه، مواد منيحه يعني. خلينا نحكي اليوم دكتوره بالتفصيل عن خطوات الحقن من فتره التحضير والنصائح اللي حضرتك كانت تعطيها لاي مريضه قبل ما تتبع عمليه الحقن واثناء وبعدها. هلا اول ما بتجي لعنا المريضه اول شيء بتحاولي تروحيها انه ما في خوف، لانه هو حيكون اذا بدنا نعملها اذا انشكشن حيكون بابر كثير دقيقه وناعمه، او الديرمارول او الديرمابين، حنحاول نحافظ على موضوع التعقيم والتنظيف. هي اهم شيء اليوم التعقيم والتنظيف، مسح الميك اب، تكون مغسله وجهها بغسول معين ونظيف، نحقم الوجه، نحط مخدر خفيف، حيكون حيعطي شويه تنميل وتخدير للبشره، ما حتحس بهذا الاجراء المريضه، بندخل المواد، بنحاول ننظف الوجه بعد ما نعمل، لانه حيكون يطلع شويه دم من الوجه، يكون كثير حريصين على هذا الموضوع بعد الانجكشن، نحط لها ماده مرطبه بانتينول، شيء مرمم يخفف هذا التهيج اللي حتتعرض له بعد الجلسه، شويه ثلج اذا بتحب، ممنوع تغسل وشها لبعد 4 ساعات، ممنوع تتقرب على الحراره، على حراره الفرن، الدفايه بالشتاء، الشمس، كل هاي ارشادات بنعطيها اياها بعد الحقن وحتكون كثير امورها روعه. قد ايه مده الجلسه ممكن تستمر؟ تقريبا بين الخمس دقائق والعشر دقائق حسب خفه ايد الدكتور اللي عم يشتغل او الاخصائي او وقوه تحمل المريض اللي حيكون بين ايديك، بس مو اكثر من ربع ساعه يعني. طيب بما انه حكينا عن البشره خلينا نحكي عن تخفيف الوزن كمان. هذا هاجس عند الصبايا والسيدات، خبرينا الميزو شو يعني كيف تاثيره على تخفيف الوزن مثلا، كيف كم جلسه بده حسب قياس معين بتشتغلوا عليه، وين اكثر مناطق في عم تلاحظوا فيها فرق اكيد؟ هلا بالنسبه لتخفيف الوزن، هلا اذا كان عندنا اوزان فوق ال 100 كيلو بقول لهم انا حرام انكم تعملوا ميزو، لانه حيكون صعب يعني ما حيعطي هي النتائج. قولي صار في حلول جراحيه لهي حلول جراحيه، ساعتها بنبعثهم على جراحه، بس تجينا احيانا اوزان عندهم اماكن معنده. صحيح. يعني انا عم بعمل ريجيم، اعمل ريجيم، امشي رياضه في اماكن معينه بتكون هي معنده، بنجيب هي الماده، بنجيب انزيمات، نفس الانزيم اللي بيفرزه الكبد ليدوم الشحوم بالمعده، نفس منه هذا الانزيم، انزيم كثير يعني ما في اي اضرار جانبيه، ما يخافوا منه، خاصه اذا كانت شركات معينه، شركات سويسريه امريكيه، مواد كثير حلوه، بتتدخل مباشره بالفات وبتعمل تدويب وتصريف للماده وبتطلع من الجسم مباشره، بس نحن بننصح مع هذا الاجراء انه نحن نكثر شرب مي، لانه هذا الشحوم اللي دابت عنا ما حتطير بالهواء، بدها تنزل بالعرق والبول، لازم نكثر شرب مي، ندير بالنا نحن باثناء نحن مو عم نعمل والله جلسات تكسير انه خلص الدكتور عم يكون عم يهد ونحن نعمر، نحن اثناء هاي الجلسه عجبتك الفكره لانه خلص بتقول انا عم بعمل ميزه وخلص باكل بشرب شو ما بدي، لا بدك تديري بالك اثناء الحقن، نعمل شويه دايت، نبعد عن الخبز، نبعد عن السكريات، ندير بالنا اثناء نكثر شرب مي مع شويه رياضه، حيحسوا فعلا يعني كل اللي اشتغلنا له الحمد لله حسوا بنتائج حلوه. هي اللي احنا بنقول لهم ما يعني بس تركز على هي الجزئيه، انه احنا ما رح نخسر وزن على الميزان، قياس هي قياس، يعني احنا بتخسر معنا المريضه خلال 4 جلسات سايز او سايزين، يعني لازم بتفرق. كل مريضه كم جلسه حتى تاخذ فرق منها؟ هي فكره الميزو على عدد الجلسات، انه انت هي بتحدد هي الموضوع، يعني هي بتشوف حالها عم تخسر بتقوم هي بتزيد عدد الجلسات. يعني معك من 4 جلسات للسته لل 12، بس الفكره بين جلسه وجلسه اسبوع وما ينحقن فوق اللازم، يعني هلا بتجيني مريضه مثلا احنا بنحقن 5 سم او امبول، بتقول لك عنه اعطيني امبولين، ما بتنعطى اكثر كمان لانه عندنا مشاكل ثانيه بتصادفنا بالكبد والكلى، لازم يعني يكون حريصين، يعني احنا المريض ما بنعطيه شو ما بده، احنا بدنا نكون حريصين اكثر منه. خاصه بهذا الموضوع اليوم دكتوره تساؤلات كثيره انه العمر، دائما بيقولوا كل ما كان العمر اصغر يمكن تكون الاستفاده أكبر، هل هذا الشيء كمان بينطبق على الميزو أو لا؟ ممكن بتخفيف الوزن أو تخفيف أماكن الامتلاء المعينة عند السيدة الكل يستفيد منه على حد سواء؟ هلا الكل بيستفيد إن شاء الله، يعني بهذا التكنيك الكل بيستفيد، بس تعالي حتى إنه اللي بيكونوا أصغر بالعمر بتساعدوا معك، يعني إنه نحن حنروح نعمل رياضة، حنمشي، حنشرب مي، بجوز إذا شوي مثلا ستات كبار بالعمر شوي يستصعبوا الموضوع، يعني ما يسمعوا معك، بتحسيهم بقى عندهم ضعف، لأنه نحن حرقنا دهون بس نصرفها،
يعني بدنا حركه بعد منها لحتى تنزل. طب وفي حال مثلا ضلت هي عدد الجلسات كامل والتزمت بكل هي الامور لمده مثلا 5 شهور 3 شهور المده اللي حضرتك بتطلبيها منها، انت بنقول انه هي لازم تعيد هي العمليه. هلا هي موضوع عنايه وحفاظ، نحن نزلنا على هذا يعني وصلنا لوزن معين، انت حتضلك تحافظي عليه. يعني كمان الفكره مو والله نحن دوبنا، هلا كثير ناس تعمل قص معده بترجع مثل ما كانت، لانه هي ما رجعت اعتنت بحالها. الناس كثير عملت قص معده ونحفت وصارت 70 و80 كيلو، بعد سنه بتلاقيها رجعت للميات، يعني لانه هي بترجع لعنايه الشخص بذاته او بنفسه يعني. يعني شو بتحبي توجهي نصائح لكل صبية اليوم حابة أو سيدة تحافظ على جمالها، وخاصة أنه عم نشوف أنه كتير في هوس تجميلي عم بيكون، عم بيكون في أوفر ببعض الأمكنة، في ناس ما عم تعرف، في عم بيصير أحيانا تشوه بالتجميل، فخبريهم نصيحة هيك كونك يعني اللي عندها بشرة حلوة اللي عندها شيء حلو تحافظ عليه، كيف فيها تحافظ عليه بطرق بسيطة وتجميلية بنفس الوقت؟ لا أنا أول شيء بنصحهم يعني كل مرة بوجه هاي النصيحة، ما تناموا بالميك اب، حبوا حالكم، فرجوا على المراية، حبي حالك أنت، ما تحبي حالك تكوني مثل أنت أي وحدة تانية. صح. ما تحبي لأنه أنا بدي أصير مثل أليسا وأنا بصير مثل هيفا أو بدي أصير مثل، لا حبي حالك، اعتني بحالك أنت، عندك شوية تصبغات عالجية، عندك مشكلة تحب عالجيها، عالجي حالك، حبي حالك، لا تحاولي تزيدي الموضوع الفيلر والبوتوكس صار كثير أوفر مثل ما قلتي، ما نحاول نقلد غيرنا، خلينا نحن، وفعلا كل ست وكل صبية عندها جمال معين، أنت إذا بتطلع عليه هي من زاويتها بتلاقي حالها هي أجمل وحدة بالعالم. نحاول دائما ما ننام بالميك اب، مية ورد، غسول معين، صابون تقيلي، بهي القصص الشغلات. بتنصحي بالصابون يعني؟ مو صابون، غسول. غسول. او في صابون، في صابونه يعني صابون بالصيدليات، صابون معقم بجهات خصوصي يعني لانواع البشره بنصح فيه، بس مثل ما قلت لك صابونتك الك، غسولك الك، اغراضك الك. يعني دكتوره بالصيف كثير عم بصير فرح قشب، جفاف البشرة بسبب الجو، يعني الجو اللي احنا فيه ودرجات الحرارة المرتفعة كثير صار يصير عندنا قشب وجفاف، دائما بنعوض شيء فيها بالبانتينول، بالمرطبات، بزيت الجونسون، شغلات هيك خفيفة بنقدر احنا نتغلب على هي المشكلة. هلا دكتورة يمكن البعض بيسأل الاستخدام الخاطئ للميزو من قبل بعض الأشخاص غير الأخصائيين وبعيدين عن الطب وبعيدين عن هي التقنية، لكن عم ياخذوها كناحية تجارية وربحية. اليوم شو هي أبرز الأخطاء اللي ممكن تصير؟ شو نصائحك للسيدات اليوم يلي حابين يشتغلوا؟ هلا بالنسبة للأخطاء هو الحمد لله ما رح يصير خطأ غير إذا خربطوا بنوع المادة بين مكان ومكان، بس ما رح يصير أي شيء يأذيها بصراحة، ما رح تنأذى إذا تخربط. بس نحن عم نحكي عن منطقة أحيانا تكون كثير حساسة، ممكن طبعا تحت العين إذا دخلت مادة غير مخصصة للحقن، خاصة تحت العين إذا انحقنت مادة غير مخصصة للحقن حتكون كثير كثير سيئة. وبنفس الوقت إذا انحقنت بسمكات معينة، بأول حديثنا حكينا إنه الميزو بنحقن بسمكات معينة، يعني إذا حقنتي مادة بتنحقن تحت العين بالدبل تشين وسمكات معينة ما رح تستفيدي. نعم. فهمتي شو الفكرة؟ يعني إذا احنا حقنا مثلا سطحي للتنحيف ما حنستفيد، وإذا دخلنا عميق للنضارة ما رح نستفيد. هي الفكرة أنه طريقة بس الإدخال أنه تكون كل مكان له سماكة معينة أنك تدخلي المادة. نعم. يعني معلومات كتير مهمة اليوم هيك نصحتينا فيها، إن شاء الله الكل يكون استفاد منها. إن شاء الله علينا شو عم نحكي لأنه هو الموضوع كتير صار، لا صار الكل بيعرف القصص التجميلية كله عم يعرف فيها. احنا بنشكرك كتير دكتورة، وإن شاء الله نهارك يكمل حلو. شكرا لك، شكرا كتير لكم على الاستضافة. كل الشكر لك دكتورة مرة ثانية.